بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول محاضرة من محاضرات الهيدروثيرابي. الهيدروثيرابي المحاضرة اسمها Principles of Hydrotherapy. أنا دكتورة غادة عبد المنعم، كود المادة PT208. طيب، طبعا الأهداف بتاعة المحاضرة اللي في نهاية المحاضرة ممكن المفروض تكون عارف إيه هو الديفينيشن بتاع الهيدروثيرابي والبرانسبلز بتاعته والبروبرتيز بتاعت الووتر والفيسيولوجيكال إفكت أوف هيدروثيرابي والثيرابيوتيك يوزز والإنديكيشن والكونترا إنديكيشن بريكوشنز والبنفيتس والأكواتيك إكسرسايز. دي هتبقى في الجزء الثاني أو المحاضرة الثانية. نيجي نعرف إيه هو الديفينيشنز. طبعا كلمة hydrotherapy، hydro يعني water، therapy means healing or treatment. الكلمة على بعضها hydrotherapy it's a Greek word، يعني كلمة يونانية. طيب ايه هو بقى hydrotherapy؟ العلاج المائي، يعني ببساطة هو العلاج المائي. الموداليتي اللي بنستخدمها عشان treatment for physical or psychological dysfunction. وهنعرف بالتفصيل ازاي استخدم الووتر في الphysical or psychological dysfunction. طيب الهيدروثيرابي الووتر بقى الافكت الثيرابيوتيك افكت بتاعها بيجي ازاي او بحصل عليه ازاي؟ عن طريق الفيزيكال بروبرتيز بتاعه الووتر. واحنا هنتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز بتاعه الووتر، عندنا الاول كيميكال بروبرتيز اوف ووتر، وبعدين هنتكلم بعد كده عن الفيزيكال والميكانيكال بروبرتيز. ايه هي الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر؟ طبعا الووتر مولكيولز بيبقى، او الووتر مولكيولز بيبقى متكون من 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. طيب قالوا ان الووتر او البيور ووتر مولكيول اتس بولر مولكيول. يعني ايه بولر مولكيول؟ يعني جزيء قطبي. يعني ايه برضو؟ يعني بيحمل شحنات موجبه وسالب. عشان كده الهيدروجين بيحمل الشحنه الموجبه والاكسجين بيحمل الشحنه السالب. طب ده هيفيدني بايه؟ قالك ان هيفيدني ان دلوقتي لما اجي احط اي مولكيولز اوف اي كومباوندز جوه الووتر، فهيحصل ان المولكيول ده برضو لو هو بولر مولكيول هيحصل ان هيحصل اتحاد بين الجزيئات السالبه بتاع المولكيول اللي انا حطاه مع الجزيئات الموجبه بتاعه الووتر، والعكس صحيح. يعني المولكيول ده لما هيحصل له الكومباوندز بتاعته هتفك في الووتر او هتبعد عن بعضها في الووتر لموجب او سالب، او هتحل يعني لموجب او سالب، فالموجب هيتحد مع السالب بتاعه الميه والسالب هيتحد مع الموجب. عشان كده ادى الووتر الهاي ديسولفنج باور، يعني بيبقى عندها قدره عاليه على الذوبان بتاع الماتيريالز او الكومباوندز اللي بتتحط فيها، نتيجه ان البولر مولكيولز بتوعها بيتحدوا مع المولكيولز بتوع الكومباوندز اللي بيتحط فيها، فبيدوب على طول او بيختفي بسرعه. خلاص الموضوع ده استخدموه في ايه، او ايه فايدته في التريتمنت بتاعتي؟ لقوا ان انا ممكن اضيف بعض الميديكيشنز للووتر او الميديكال كومباوندز للووتر ديورنج التريتمنت عشان استفيد من البروبرتيز بتاعها وانا بعالج العيان. ازاي يعني؟ مثلا لو عندي عيان عنده ووند او اوبن ووند، والووند ده في انفكشن، وانا بدي العيان ده ميديكيشنز ومش بتجيب معاه نتيجه كويسه، فقالوا ان احنا ممكن نسرع الهيلينج عن طريق الووتر، الفيسيولوجيكال افكت بتاع الووتر، مع ان انا احط ميديكيشنز زي انتيبيوتكس او اي علاج مع الووتر علشان تقتل الانفكشن او البكتيريا الموجوده جوه الغوند واللي هي عامله لي ديليد هيلينج. خلاص طب هستفيد مع الفيزيكال افكت بتاع الووتر اللي هو بيشمل ان انا هزود السيركيوليشن، فهيحسن الاكسجينيشن بتاع اللي المفروض بتوصل للووند مع البلاد سبلاي، فبالتالي هيساعد الهيلينج وهتحسن الانقسام بتاع الخلايا عشان يكون لي خلايا جديده تعمل لي هيلينج، بالاضافه ان الانفكشن اللي موجود
واعمل لي ديليد هيلينج ده، او البكتيريا اللي موجوده في الوند واعمل لي ديليد هيلينج، هقدر اعمل لها كيلينج عن طريق الانتي بايوتكس اللي انا حطاها جوه الميه. طب بس كده ممكن احط ميديكال كومباوند بس؟ لا، قال كمان ممكن احط هيربس. زي ايه الهيربس؟ زي مثلا الكاموميل ده اللي هو زهره اسمها الكاموميل، ليها افكتس معينه ان هي بتحسن برضو السيركيوليشن وبتعمل ريلاكسيشن وات ايفر. وعندنا الوالنت اللي هو ورق اللوز، وعندنا كمان ممكن نحط بعض السولت زي الايودين خلاص والسلفر سولت خلاص. كل دي بيبقى ليها افكتس معينه على السكين وعلى السيركيوليشن خلاص. يبقى اذا دي الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر، وان احنا عرفنا اول حاجه فيها ان الووتر اتس بولر موليكيول، وعرفنا دي هتفرق معانا في ايه او اهميتها ايه. نيجي للفيزيكال والميكانيكال بروبرتيز اوف ووتر. اول حاجه في الفيزيكال والميكانيكال بروبرتيز السبيسيفيك جرافيتي. يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ It's a ratio of the density of the substance to the density of water. النسبة ما بين الكثافة النوعية، طبعا specific gravity هي الكثافة النوعية، هي النسبة ما بين الكثافة بتاعت ال substance أو المادة للكثافة بتاعت الوتر. طيب specific gravity بتاعت المية واحد في 4 ديجري اتا 4 ديجري سيليزيوس، ولقوا ان الهيومن بادي سبيسيفيك جرافيتي بتاعته اقل، بتبقى 0.974. طب ده فايدته ايه؟ قال لك لو انا السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الماده اللي هتبقى موجوده في المايه اللي هي بتبقى سينكينج اون ووتر ايكوال اور لزان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الووتر، هيحصل فلوتنج للماده دي او للاوبجكت ده. عشان كده احنا لما بنيجي ننزل الميه ما بنجيش اول ما ننزل نقوم حصل لنا سينكينج او ننزل في القاع بتاع الميه، لا، احنا بيبقى جسمنا فلوتنج او فلوتد ان ذا ووتر سيرفيس، بنبقى عايمين فوق الميه، ما بيحصل لنا سينكينج. ليه؟ عشان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الجسم هنا اقل من السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه، فعشان كده بيحصل لنا فلوتنج خلاص. انما لو الاوبجكت السبيسيفيك جرافيتي بتاعته اكتر من السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه، هيحصل له سينكينج. يعني حته الحديد مثلا لو حطيتيها جوه الميه هيحصل لها سينكينج، مش هيحصل لها فلوتنج، عشان السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها اكتر من السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه خلاص. طبعا ده بيعتمد على الفرق ما بين السبيسيفيك جرافيتي بتاعت كميه او مدى السينكينج او الديجري اوف سينكينج او المسافه اللي هيحصل للاوبجكت فيها سينكينج يعني يغوص جوه الميه، بتعتمد على الديفرنس ما بين السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاوبجكت والووتر خلاص. طيب يبقى تاني السبيسيفيك جرافيتي از ريتشيو، النسبه بين الدنسيتي اوف ا سبستانس تو دنسيتي اوف ذا ووتر، الكثافه بتاعت السبستانس او الاوبجكت للكثافه بتاعت الووتر. طيب ايه هي كلمة دينستي؟ يعني ايه دينستي؟ دينستي خدتوها قبل كده طبعا كتير، it's a relation between mass and volume and volume، يعني كتلة على حجم. اوكي؟ طيب نيجي بعد كده الخاصية، يبقى احنا عرفنا أهمية السبيسيفيك جرافيتي. اوكي؟ طبعا هو بيقول هنا لو أنا عايزة في آخر سطر، دي يعني مش مهمة قوي، بس هو بيقول لك لو أنت عايزة تقللي او تزودي الفلوتنج ممكن نحط اوبجكت فلوتنج اوبجكت، زي مثلا لما اللي هي بنقاد فيها اير، في بتبقى فيها اير زي اير فولد اوبجكت، اللي هي مثلا الرينج اللي احنا بنعوم بيها زي العوامات والحاجات دي، دي بتزود كمان الفلوتنج بتاع السبستانسز، يعني لو انت عايزه تزودي الفلوتنج. طيب نيجي بعد كده الخاصية اللي بعد كده البيويانسي، بيويانسي اللي هي خاصية الطفو. طيب خاصية الطفو دايما لما نيجي ننزل المية علشان نطفو زي ما احنا قلنا بنحس بتبقى كأن المية شايلانا، فكأن بتبقى في قوة بتدفعنا لفوق خلاص، وإلا لو القوة دي مش موجودة كلنا كنا جسمنا هينزل لتحت. طيب غير ان هي طبعا التاثير السبيسيفيك جرافيتي اللي احنا قلنا عليه، في قوه بتدفعك لفوق، انت بتحس ان في حاجه شايلاكي، القوه دي بنسميها البيويانسي فورس او قوه الطفو. دايما البيويانسي فورس بتبقى ابورد ثراست موشن اجينست ذا دايركشن اوف جرافيتي،
يعني الجرافيتي طبعا الفورس بتاعتها داون وورد، الابيوينسي فورس دي الافكت بتاعها اب وورد، تبقى عامله زي بوشنج فورس فور ان اب وورد دايركشن او ان ذا اب وورد دايركشن. طيب الفورس دي ممكن نستخدمها عشان تاسست الموشن او تو ريزيست. اسست ازاي؟ ان انا دلوقتي لو انا عايزه اعمل اكشن معين والبارت اللي انا زي مثلا عايزه اعمل ابدكشن في الشولدر وانا عندي ويكنس في الابدكتورز مصر، دلوقتي ايه المفروض لو انا هستخدم اسيستد اكسرسايزز؟ ان انا بحاول ارفع ان ابدكشن دايركشن وفي حاجه او سواء اي اسيستنس بتجيلي عشان تساعدني ان انا ازود الرينج او اكمل الرينج. هنا السبجكت ممكن يعمل الكلام ده وذ اسيستنس اوف ووتر، يعني يحط ايديه ويحاول يعمل الابدكشن والابورد ثراست موشن هتساعده ان هو يكمل بقيه او جزء تاني من الرينج خلاص. او انها كمان ممكن تساعد ايه؟ انها تسبورت البيشنت، تساعد الثيرابيست وهو بيعمل اكسرسايز للبيشنت جوه الووتر انها تسبورت البيشنت. يعني احنا لما بنيجي نعمل اكسرسايز للسبجكت في اللاند بيبقى مشكلتنا ان احنا بنبقى خايفين ان العيان ده يقع مننا، ممكن يكون البيشنت ده البادي ماس بتاعته كبيره فعشان ممكن الثيرابيست ما بيبقاش قادر يعمل كنترول او يعمل له سبورت كويس. في الميه الكلام ده بيبقى قليل قوي لان الفورس بتاعت الووتر نفسها بتعمل سبورتنج للبيشنت بادي ديورنج الاكسرسايز، فبتسهل على الثيرابيست ان هو يعمل اكسرسايز وهو مطمن من ان البادي ويت بتاع البيشنت سبورتد. وحتى لو حصل لا قدر الله فولنج جوه الووتر للبيشنت مش هيحصل له انجري زي ما هيحصل مثلا لو انا بعمله الاكسرسايز على اللاند او على البلانس خلاص. طيب ايه كمان الفورس دي بتقلل لي؟ احنا قلنا ان انا كانك بتشيلي حاجه، كان جسمك وانت نازله الوتر كان حاسه ان جسمك حاجه شالته او الويت بتاع جسمك قل، ان الوتر نفسها بتعمل ويت ريليف خلاص. ف لانها طبعا فورس كان بتزقك لفوق فبتقلل البادي ويت اللي واقع على الجوينتس. طب ده يفيدني في ايه؟ الناس اللي عندهم اوستيو ارثرايتس خشونه مفاصل مشكلتهم الاساسيه الكومبريشن، غير ان الخشونه اللي حصلت والتاكل اللي حصل ما بين البون اللي بيزود التاكل ده البادي ويت اللي واقع على على البون الكومبريشن بتاع البادي ويت على الجوينت. فعشان كده البيوينسي فورس بتعمل ريليفنج للويت بالنسبه للسبجكت دي، فبتقلل الكومبريشن فورس الواقع على الجوينتس دي او الويت بيرنج جوينتس. وطبعا المسلز اللي اراوند الكونكتيف تيشو دي كلها بيبقى فيها ويكنس نتيجه المشكله اللي حاصله، فالعيان ده بيبقى عنده مشكله في المشي ومشكله في انه يعمل اكسرسايزز. فلو نزلتيه جوه الووتر نتيجه الويت ريليف مع طبعا الفسيولوجيكال افكت اوف ووتر اللي هي بتعمل لك بتحسن لك السيركيوليشن وبالتالي تقلل لك البين، فكل ده يساعد البيشنت ان هو يعمل لك الاكسرسايز خصوصا عيانين الاوستيو ارثرايتس يعمل لك الاكسرسايز بصوره افضل. فعشان كده قلنا من ضمن الافكتس بتاعتها ان هي تعمل كومبريشن، تقلل الكومبريشن والستريس على الويت بيرنج جوينت. طب بس كده لا، كمان ممكن نعملها فور ريزيستد اكسرسايز. ازاي؟ زي ما احنا قلنا الابدكشن، العيان اللي عايز يعمل ادكشن وعنده ويكنس في الابدكتورز وعايز يكمل بيجيب جزء من الرينج وعايز حاجه تساعده، فقلنا ممكن الووتر في الحاله دي تبقى الابورد ثراست موشن دي تبقى كاسيستيف اكسرسايز للبيشنت انه يكمل جزء ثاني من الرينج. طب ممكن نعملها فور ريزيستد اكسرسايز مثلا لو انا عايزه اعمل سترينثنج للادكتورز ماسلز بتاعت الشولدر، فهنزل في عكس الدايركشن بتاع الابورد ثراست موشن لداون وورد ناحيه الجرافتي، فكان ففي الحاله دي الابورد ثراست موشن هتعمل لك كريزيستنس فورس ان هي بتتحرك ابورد في الابورد دايركشن وانت بتتحركي عكس الدايركشن بتاع. نفس فكره الريزيستد اكسرسايز ان انا لما باجي اعمل سترينثنج او ريزيستد اكسرسايز لجزء البيشنت بيتحرك في دايركشن وانا بحاول ازقه في عكس الدايركشن عشان اديله ريزيست خلاص. يبقى دي فايده البيوينسي فورس او قوه الطفو بتاعه الميه اللي هي ابورد ثراست
ممكن نستخدمها فور اسيستنس لل اسيستد اكسرسايز للويكند بارتس، وكمان ممكن نستخدمها فور اسيست ثيرابيست ان هو تو سبورت البيشنت ديورنج الاكسرسايز، وكمان انها تقلل الويت والستريس والكومبريشن والستريس على الويت بيرنج جوينتس، وكمان ان انا استخدمها فور ريزيستد اكسرسايز. زي ما احنا شايفين هنا في الصوره البيشنت الاسهم اللي طالعه لفوق دي ده اسيستد اكسرسايز، ان هو البيشنت بيحاول يعمل ابدكشن والميه بتساعده ان هو يكمل الرينج بتزقه لفوق، ف تايب اوف اسيستد اكسرسايز. طيب ده اللي هي على الناحيه اليمين. الناحيه الشمال هتلاقي ان العيان ده بيعمل سترينثنج اكسرسايز فور ادكتورز ماسل، فبينزل في عكس الدايركشن بتوع البيو يانتي داون وورد، والبيو يانتي فورس المفروض ان هي شغاله اب وورد، فبتعمله سام سورت اوف ريزيستنس. خلاص طبعا ده مثال للطفو او الفورس بيوينسي اللي هي سبورت العيان على او السبجكت على السرفس بتاع الووتر. طيب نيجي بعد كده للهيدروستاتيك بريشر، وطبعا الصوره اللي فاتت برضو دي تطبيق السبيسيفيك جرافتي، ان هو عشان احنا السبجكت ده السبيسيفيك جرافتي بتاعته اقل من الووتر فعشان كده حصل له فلوتنج. نيجي للهيدروستاتيك بريشر. ايه هو الهيدروستاتيك بريشر ده؟ This is a pressure exerted on the immersed body، يعني لما بيبقى في body immersed جوه الووتر بيحصل عليه بريشر. احنا كلنا جربناها لما تنزلي الميه هتلاقي ان زي ما تكون حاجه ضغطت على جسمك، الشيست بتاعك مش هتلاقي نفسك بتاخدي الاكسبانشن بتاع الشيست الطبيعي، ما بتقدريش يعني تاخدي كميه الهواء اللي انت بتاخديها وانت بره في الاير، هتلاقي ان في حاجه ضغطت على جسمك، وكل ما تنزلي زياده في الميه كل ما الضغط ده هيزيد. طيب ده اتس اكوردنج تو باسكلز رول، ده بيقول لك ان الفلويد اي نوع فلويد بيضغط او بيكسرت ايكوال بريشر على كل السيرفس بتاعت البادي ات ا جيفن ديبس، ف ات ريست ات ا جيفن ديبس، يعني لما بتنزل الميه بيحصل على الاجزاء اللي على مستوى ديبس معين، يعني انت مثلا اللور تو لور لمبس بتوعي التو ليجز وهتبقى نازله على ديبس معين هتلاقي ان البريشر ايكوال على كل الاجزاء دي على التو لور لمبس. خلاص وقال لك ان البريشر بيزيد كل ما الدبس زاد. خلاص والبريشر ده بيكون بيربنديكولار بريشر اجينست البادي سيرفيس. طيب البريشر ده هيزيد بايه؟ قال لك البريشر ده هيزيد كل ما زاد الدبس، وكمان كل ما زاد الدنسيتي بتاع الليكويد بقى. اوكي احنا قلنا ان الهيدروستاتيك بريشر ده خاص بكل انواع الفلويدز مش الووتر بس، بيزيد كل ما زاد البريشر وكل ما زاد الدنسيتي بتاعت كل ما زادت الدنسيتي بتاع الليكويد السبجكت او الحاجه محطوطه فيه. خلاص طيب ايه فايده الهيدروستاتيك بريشر دي؟ هنعرف دلوقتي حالا فايدته لما نيجي نتكلم دلوقتي، هنتكلم كتير قوي عن فايده الهيدروستاتيك بريشر في الحاجات الجايه. عشان كده بيقول لك طبعا زي ما احنا قلنا كل ما الدبس زاد كل ما كان البريشر هيزيد. طيب معنى كده ان الحركه يعني البريشر يعني حاجه ضغطاكي مش مدياكي سهوله او ما بتتحركيش كويس نتيجه الكومبريشن اللي وقع على جسمي، تفتكري الحركه هتبقى اسهل على دبس عالي ولا على السيرفس بتاع الووتر؟ طبعا لو انا هتحرك يبقى الحركه اسهل بكتير لو انا هتحرك على السيرفس، كل ما زاد الدبس هتبقى الحركه اصعب نتيجه ان الهيدروستاتيك بريشر زاد، لان احنا قلنا بيزيد كل ما زاد الدبس، فعشان كده على السيرفس او كل ما قربنا من الووتر الابر ووتر سيرفس كل ما الهيدروستاتيك بريشر قل، كل ما نزلنا لتحت كل ما الهيدروستاتيك بريشر زاد. يبقى بالعقل كده الحاجه اللي عامله لي كومبريشن دي كل ما تقل كل ما حركتي هتبقى اسهل، غير لما انزل او كل او لو زادت هتبقى الحركه فيها صعوبه. خلاص يبقى الحركه اسهل على السيرفيس بتاع الووتر او نير السيرفيس علشان الهيدروستاتيك بريشر
بيزيد بزيادة الدبس وبيقل كل ما اتجهنا ناحية الأبر ووتر سيرفيس. أوكي؟ أو ده شكل هيدروستاتيك بريشر. لو شفنا كده على التو لور ليمز من تحت هنلاقي الأسهم زي ما أنتم شايفين لونها غليظ شوية أو تقيلة شوية، ده معنى إن الكومبريشن هنا زايد لأن اللور تو لور ليمب على دبس عالي، لكن كل ما طلعت لفوق هتلاقي إن الأسهم خفت شوية، وكل ما قربنا ناحية الووتر سيرفيس أو الأبر ووتر سيرفيس هتلاقي إن الأسهم خفت أو الديجري بتاعت اللون بتاعتها خفت شوية، ده معناه إن هنا الأجزاء دي الهيدروستاتيك بريشر فيها أقل. أوكي؟ وطبعا زي ما احنا قلنا هي بتبقى على دبس، لو انا الاجزاء في دبس معين هتبقى ايكوال بريشر على كل الاجزاء اللي على نفس الدبس، عشان كده التو لور ليمبس البريشر عن فيها على التو لور ليمبس ايكوال بريشر في الرايت والليفت لور ليمبس، كل ما طلعت فوق هتلاقي ايكوال بريشر على الاجزاء بتاعه البادي من فوق، وزي ما احنا قلنا تحت هيبقى الهيدروستاتيك بريشر عالي، كل ما اتجهت ناحيه الابر ووتر سيرفيس الهيدروستاتيك بريشر هيقل. عشان كده الحركة على المستوى الأبر سيرفيس أوف ذا ووتر بتبقى أسهل من تحت. طيب نيجي بعد كده للخاصية اللي بعد كده اسمها الكوهيجن. إيه هي الكوهيجن؟ الكوهيجن يعني التصاق، من اسمها يبقى هي ال tendency to of water molecules to attract other molecules، يعني معنى اصح ان الملكيولز بتاعه الووتر في adhesive force ما بين الملكيولز وبعضها او cohesive force يعني بيلزقوا او في attractive force، يعني معنى اصح ان كل الملكيولز بيعمل attraction للاذر molecules اللي around. طيب الفورس دي بينتج عنها زياده حاجه مهمه اسمها الفيسكوستي، يعني بيخلي لزوجة المية عالية. لو أنا قارنتها طبعا بالإير، لكن لو قارنتها بأذر سابستانس زي مثلا الأويل أو كده، لأ هلاقي طبعا لزوجة المية أقل. لكن هو إحنا بنقارن بحاجتين أساسيين هنا في الدرس، بين الووتر والإير. ليه؟ علشان أقارن بين الإكسرسايز اللي أنا هعملها في الووتر والإكسرسايز اللي أنا هعملها في الإير. وتاني حاجة الدرس بتاعنا ده أساسا إحنا بنتكلم عن الوارم ووتر، ما بنتكلمش عن الكولد ووتر، يعني انا الايفكت اللي انا بتكلم عنه او اللي هنتكلم عنه بعد او مينلي في الدرس ده عن الوارم ووتر، لان انا بعد كده لما هاجي نتكلم عن الكولد ووتر ده درس لوحده وليه ايفكتس مختلفه. لكن الكوهيجن والتربولنس والفيسكوستي دي خواص للميه عموما. اوكي؟ طيب يبقى تاني الكوهيجن it's an attractive force of the water molecules and other molecules. خلاص؟ وده بيزود الفيسكوستي. لو انا قارنتها بمين؟ بالاير. زي ما احنا قلنا احنا بنقارن ما بين الاكسرسايز اللي احنا بنعملها والووتر والاير. خلاص؟ وده بيزود لي ايه بقى؟ الريزيستنس تو موشن. انا دلوقتي لو ما اجي اتحرك في وسط وسط كله مترابط ببعضه، حركتي هتبقى سهلة، أكيد هيبقى في مقاومة للموشن بتاعتي، فده بيزود الريزيستنس تو موشن. نيجي بعد كده هنتكلم بعد كده مباشرة عن الفيسكوستي لأنها مرتبطة بالكوهيجن، وبعدين نيجي للتيربولنس. الفيسكوستي بقى اللي هي الانترنال فريكشن اللي هي الريزيستنس أو خاصية الليكويد تو ريزيست ريليتيف موشن، يعني مقاومة السائل لحركة الأجسام جواه، دي بنسميها الفيسكوستي. ودي قلنا جاية بسبب إن إيه؟ الترابط بين الجزيئات وبعضها أو الكوهيجن، وزي ما قلنا إحنا الكوهيجن كل ما زادت الفيسكوستي هتزيد. أوكي؟ طيب كل ما سرعت حركتي جوه الميه هتلاقي الفيسكوستي زادت، يعني الفيسكوستي هتزيد لو انا اتحركت بسرعه جوه الميه. طب وتقل بايه؟ تقل لو انا عملت increasing temperature بتاعت الووتر، يعني كل ما سخن الووتر كل ما هيحصل بريك داون للبونز بتوين الموليكيولز فتقل الفيسكوستي. خلاص؟ عشان كده دايما الحركه جوه الورم ووتر اسهل من الحركه جوه الكولد ووتر.
نتيجة الـ breakdown of bonds between molecules، وبالتالي الـ viscosity هتقل، فالحركة جوه الـ warm water بتبقى أسهل من الـ cold water. طيب نيجي بعد كده للـ turbulence. الـ turbulence دي اللي هي معناها ارتباك أو اضطراب حركة المية، ودي بتبقى irregular motion، يعني حركة غير منتظمة للمية. أكيد مش بتيجي لوحدها، يعني أنا مثلا جوه البيسين ولا الحاجات دي مش هنلاقي إن المية هتضطرب لوحدها كده، لكن في حاجة اسمها الأندر وأندر ووتر داوشز، اللي هي زي الفتحات بتاعة الدش كده بتدخل لك مية، من بتبقى موجودة أساس ساعات في البوتوم بتاع البيسين، ودي بتدخل لك ووتر، فبتبتدي تحرك لك الميه اللي فوق باندفاع معين يعني، فتبتدي تحرك لك او تزود لك حركه الميه. او تيربنز اللي انا يعني اللي موتور يبتدي يعمل لك حركه او مضطربه في الميه او الريجولار موشن في الووتر، ده زي بالظبط بتشوفوه في الجاكوزي، ان برضو بتبقى واحده توربنز متركبه في البول اللي السبجكت موجود فيه، اللي هو بيبقى فيه ووتر، بتبقى متصل بيها توربنز للبول، وتبتدي مجرد ما بحرك التوربنز بسرعه معينه بيبتدي يعمل لك حركه غير منتظمه في الميه او الريجولار موشن، وكل ما زادت السرعه كل ما زادت سرعه التوربنز يعني كل ما زادت حركه الميه. هنستفاد منها ايه؟ طبعا دي فور كل ما زادت الريجولار موشن دي كل ما زادت او قوه الاندفاع دي، فبتزود لك السيركيوليشن اكتر. طبعا ده ممكن نستخدمها فور ريلاكسيشن، يعني معظم الناس اللي بينزلوا جاكوزي بيبقى فور ريلاكسيشن، بتعمل لك زي الحركه الريجولار موشن دي بتعمل لك زي سام سورت اوف مساج للجسم، بتعمل لك زي مساج كده للجسم، الحركه الضغط المستمر في ديفرنت دايركشن ده، فبيعمل لك زي مساجنج للجسم وحاسن لك السيركيوليشن. كويس جدا فور ريلاكسيشن لو انا عندي ماسل سبازم، وممكن يقلل ماسل سبازم. كمان في حاجه مهمه، الناس اللي عندهم كالس فورميشن او سكار تيشو فورميشن، احنا عارفين ان الجرح لما بيلحم بيلحم بسكار تيشو. في بعض الجروح اللي هي زي خاصة جروح البيرن تلاقي ان ابتدى مش سكار تيشوز، ابتدى يحصل زي اوفر اكيوموليشن اوف سكار تيشوز على الجرح. الاوفر اكيوموليتد سكار تيشو بيبقى عامله زي حاجه زي كلس كده، كلو كده فوق المكان. طبعا دي ما بتبقاش هيلينج، ده بيبقى هيلينج وحصل بصوره مش مظبوطه فعمل لك الشكل ده. بتعمل لك مشاكل العيان، بتعمل له ليميتيشن في الموشن، لو هي قريبه من جوينت بيبقى فيها سيفير بين مع كل حركه، واحيانا بليدنج، فبيضطر السيرجن اللي هو الجراح يخش يشيلها بجراحه عشان يعيد الجرح ده يبتدي يلتئم تاني بصوره طبيعيه. فايده التيربولنس ان انا ممكن الريجولار موشن دي وحركه الكومبريشن ديت اللي عماله تعمل ضغط على الجسم، بيقول لك ممكن تساعد انها تعمل لك سوفتنينج للكالس دي، فممكن الثيرابيست بدل ما يبتدي او الفيزيشن بدل ما يحتاج انه يدخل العيان جراحه ويشيلها له، ممكن يبتدي وهو بيعمل الجاكوزي او الاندر ووتر تريتمنت يبتدي يعمل له ازاله ليها جوه الووتر من غير ما يحتاج سيرجري، نتيجه ان الووتر تعمل لها سوفتنينج مع الميكانيكال فورس بتاعت الووتر اللي عماله تضغط على المكان ده، ممكن تعمل حتى هي ريليزنج لبعض الاجزاء من السكار تيشوز دي بدون ما احتاج سيرجري. نيجي بعد كده للثيرمال كوندكتيفيتي. يعني ايه ثيرمال كوندكتيفيتي؟ الابيليتي اوف ذا سبستانس تو transfer heat to other substance. طيب الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعه الميه قال لك ان هي اكتر 25 مره من الاير، خلاص. وطبعا الثيرمال كوندكتيفيتي دي بنوصل لها عن طريق ثلاث حاجات: كوندكشن، كونفكشن، راديشن. تاني يعني ايه ثيرمال كوندكتيفيتي؟ ان قدره السائل انه يوصل الحراره للسبستانس الثانيه. طب ازاي يعني ايه كوندكشن وكونفكشن وراديشن؟ دلوقتي الكوندكشن ان انا
الحرارة تنتقل من جسم لجسم تاني، يعني الاتنين على اتصال مع بعض. يعني لو انا حطيت ايدي في مية دافية هتلاقي بعد شوية ايدك اتنقلت لها الحرارة بتاعة المية. الكونفكشن ان انا دلوقتي لو حطيت على مثلا النار براد في شاي مثلا، بعد شوية هتلاقي المية هتاخد شوية بسيطة وبعدين ابتدت المية كلها تسخن تغلي. ايه اللي بيحصل؟ ان اللايرز اللي هي في البوتوم بتاع البراد ده القريبه من الفاير، لما بتسخن بيبتدي البونز ما بتوين الموليكيولز تتكسر او تقل، يعني يحصل تباعد، فيبتدي الكثافه بتاعه اللاير دي تقل فتطلع لفوق وتنزل مكانها اللاير اللي هي اعلى في الكثافه، وتستمر العمليه دي لغايه ما تسخن كل اللايرز بتاعه الفلويد او الفلويدز الموجود في البراد ده توتال، يحصل له الهيت يحصل لها ترانسفير من لير للتانية عن طريق الكونفكشن، ويوصل لغايه ما يوصل هو كل الفلويد ده لدرجه حراره معينه اللي هي مثلا درجه الغليان او السخونيه اللي انا محتاجاها. الراديشن البخار الميه اللي طالع من اي حاجه بتسخنيها دي، البخار ده لو حطيتي ايدك او حطيتي اي جزء من جسمك معرض للبخار ده هتلاقي بعد شويه جسمك ابتدى يوصل له درجه الحراره او السخونه بتاعه البخار ده. طبعا انت ما قربتلوش، لكن ده حاجه طالعه زي ايه؟ راديشن، زي هي الاشعاع، بس طبعا المايه مش هيطلع منها اشعاع لكن بيطلع منها البخار بتاعها. خلاص. طيب نيجي للسبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت يعني ايه؟ It's amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of water 1 degree Celsius. كمية الحرارة لازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المية 1 درجة سيليزية. طيب السبيسيفيك هيت كباستي بتاعت الووتر أو الحرارة النوعية للمية 1. طيب لكن السبيسيفيك هيت كباستي بتاعت الاير 1 من 1000. ده معناه ان المية بتحتفظ بدرجة الحرارة 1000 مرة اكتر من الاير. اوكي، طبعا دي مهمة ان انا الافكت، ان علشان انزل اعمل تريتمنت انا محتاجة الوارم افكت بتاع الووتر، فمحتاجة ان الووتر تحتفظ بدرجة الحرارة لمدة كافية علشان اقدر احصل على الوارمنج افكت بتاع الووتر لجسمي during the exercise. طيب نيجي للفيسيولوجيكال افكت اوف هايدروثيرابي. اول حاجه كارديوفاسكولار سيستم، تاثيره على الكارديوفاسكولار سيستم. احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن الهيدروستاتيك بريشر كتير قوي في بقيه كلامنا. طيب احنا قلنا الهيدروستاتيك بريشر ده بربنديكولار بريشر، بيضغط بيه السائل على الجسم، وكل ما زاد الدبس كل ما زاد الضغط بتاع السائل. طب ايه فايده البريشر ده؟ دلوقتي انت كانك حاجه بتضغطي بيها على جسمك. طب معنى كده ان انا لو عندي بلاد في الاطراف او كميه البلاد اللي في الاطراف مع البريشر ده هيحصل لها ايه؟ هتطلع كلها للهارت او هتندفع كلها للهارت بصوره اكبر من الطبيعي. انا دلوقتي لو انا قاعده في اللاند وقاعده في ريستنج ستيت كده، الهارت بيطلع له كميه معينه من البلد، بس مش كل البلدز اللي في الاطراف، لان في احيانا بلد مش كل الكميه اللي في الاطراف بتطلع للهارت نتيجه ان هي ايه الايفكت بتاع الجرافتي، ان بيبقى في ستاجنيشن لبعض الاجزاء بتاعه البلد في الاطراف في الفيزلز اللي في الاطراف، فابتدي كميه البلد اللي طالعه للهارت مش يعني بتبقى كميه معينه during rest. لكن لو نزلتي جوه الميه كميه البلد دي بتزيد نتيجه ان الكومبريشن فورس اللي بتعملها الميه او الهيدروستاتيك بريشر اللي بتعمله الميه على الجسم بتخلي كل البلد يندفع ناحيه الهارت، فاذا بتزود كميه البلد اللي طالعه ناحيه الهارت، فبتزود لي حاجه اسمها سنترال فينس بريشر. اوكي ماشي. طيب معنى كده ان الاماونت اوف بلاد، وخلي بالك كميه البلاد اللي بتندفع بتعتمد على الدبس اوف اميرشن، كل ما زودت الدبس كل ما زاد الكومبريشن فزادت كميه البلاد اللي بتندفع. خلاص، يبقى قلنا ده هيزود لك حاجه اسمها السنترال فينس بريشر، وبالتالي
كمية البلاد اللي طالعة كبيرة، يبقى كمية البلاد اللي هيعمل لها الهارت بامبنج كبيرة، نفس الكمية يعمل لها بامبنج كبيرة، فبالتالي هيزود لك الكاردياك اوت بوت والستروك فوليوم. اللي هي ايه ستروك فوليوم؟ اللي هي كمية البلاد اللي بتعمل لها بامبنج في ال او الهارت بيعمل لها بامبنج في البيت الواحده، في الدقه الواحده، وبيقلل لك السيستماتيك فاسكولار ريزيستنس. دلوقتي انا لما البلاد يحصل له بوتشنج في الفيزلز، محتاج ايه؟ ان الفيزلز دي يحصل لها فازو دايليتيشن، اليومن بتاعها يزيد علشان يسمح ان كميه البلاد تندفع فيه، والا ممكن يحصل له، او مش هيزيد، ممكن يحصل له ديستراكشن، ينفجر. فالمفروض ان الطبيعي ان كميه البلاد لما بتزيد بيحصل فازو دايليتيشن للفيزلز، وكمان الورم الدفء، الميه الدافيه دي بتزود، بتساعد اكتر على ان يحصل فازو دايليتيشن في الفيزل، فبتندفع كميه البلاد زياده. طب الفازو دايليتيشن لما هيحصل معناها ايه؟ خلي بالك ان اليومن بتاع الفيزلز ده مسؤول انه بيعمل ريزيستنس لاندفاع البلاد فيه. طب لما ازود اليومن ده ايه اللي هيحصل؟ الريزيستنس هتقل، فده بيعمل ديكريزنج الفاسكولار ريزيستنس. خلاص، دي معنى كلمه ديكريز السيستميك فاسكولار ريزيستنس. نيجي للبلمونري سيستم برضو نفس الكلام، الهيدروستاتيك بريشر. انا قلت لك لما بتنزلي بتبقيش قادره تاخدي نفسك زي الطبيعي، بتحس ان في حاجه عامله كومبريشن على الشيست كيج بتاعك. طيب ده نتيجه ايه؟ نتيجه الهيدروستاتيك بريشر بيحصل حاجه ديكريز للفايتال كاباسيتي بنسبه 6 ل 9%. اوكي، يعني ايه فايتال كاباسيتي؟ يعني قدره السبجكت ان هو يخرج كل كميه الهواء اللي دخلها، ده بيتقل بنسبه من 6 ل 9%. وكمان بيقل الهيدروستاتيك، او نتيجه كده يعني معناها ان العيان ده مش قادر يدخل كميه هواء كفايه ويخرج كميه الهواء المطلوبه، فهيزيد الورك بتاع البريزنج ماسلز، العضلات المسؤوله عن البريز هتشتغل اكتر، لانه ما انت مش قادره تاخدي كميه الهواء اللي انت بتاخديها في الاير، فبتحاولي بتحاولي تاخدي كميه الهواء اكتر، فبتشغلي العضلات بتاعه البريزنج. اوكي، كمان السيركمفيرنس او الريب كيج سيركمفيرنس هيقل بنسبه 10%، او الاكسبانشن بتاع الشيست تقريبا هيقل بنسبه 10%، المدى او الاتساع اللي بياخده الشيست ديورنج الانسبيريشن هيقل بنسبه 10%. خلاص، دي اهم حاجه عندي، ما يهمنيش الضغط ال 22 والكلام ده، ما يهمنيش. اهم حاجتين نسبتين، الفايتال كاباسيتي هيقل بنسبه من 6 ل 9%، والريب كيج سيركمفيرنس هيقل بنسبه 10%. طبعا تفتكروا العيانين اللي عندهم هارت او ريسبيراتوري بروبلم ينفع ان انا اعمل لهم اكسرسايز واندر ووتر اكسرسايز؟ طبعا لو فرض ان انا عملت هيبقى ويز بريكوشن، لان العيان ده عنده مشاكل، والاكسرسايز اندر ووتر اكسرسايز ممكن تزود لي المشاكل اللي عنده. لو الهارت تعبان تزودي له كميه البلاد اللي طالعه فيها عشان تزودي الورك اوف ذا هارت ماسل وهي اساسا تعبانه، فطبعا العيان ده عرضه لمشاكل. لو اللي عندي مشكله كرونيك ريسبيراتوري بروبلم، لو عندي العيان ده عنده يعني مشكله في المزمنه في الرئه، زي مثلا عيانين الاسما مثلا، هل ينفع تدخليهم اندر ووتر اكسرسايز؟ هو اساسا عنده مشكله ما بيعرفش ياخد نفسه كويس، تقومي تنزليه علشان يبقى عنده مشكله في البريزنج اكتر؟ فطبعا العيانين دول لو هو المشكله عنده سيفير طبعا كونترا انديكيشن ان انا انزله، لو عنده المشكله يعني مش واضحه قوي او الموضوع مش ديتريتد قوي، فممكن انزله ويز بريكوشن، يعني لازم تكون عيني على السبجكت ديورنج التريتمنت. طيب نيجي للرينال سيستم، الرينال بلاد فلو، الكرياتين. دلوقتي انا لما نفس الكلام، لما بنزل السبجكت جوه الميه زي الهيدروستاتيك بريشر، زي ما هيزود لي البلاد فلو للهارت هيزود البلاد فلو للكدني، واحنا عارفين ان الكدني هي المسؤوله ان هي بتعمل لك ايه، ريليفنج لل
الاكسسيف فلويد من البادي، الفلويد اللي انا اللي هو نتيجه عمليات التمثيل الغذائي اللي جوه الجسم والهضم والدايجستيف الدايجشن والكلام ده، بواقي الفلويدز دي كلها او الاكسترا فلويدز اللي هي بتبقى ضاره للجسم او مش محتاجاها بتخرج عن طريق الكيدني. طيب لما هيزيد البلاد فلو للهارت هيزيد للكيدني، طب ده هيعمل ايه؟ عندنا هيزود حاجه اسمها احنا عارفين ان احنا عندنا الانتي دايروتيك هرمونز، في هرمونز بتقلل خروج الميه من الكيدني او بتقلل بتعمل زي ووتر ريتينشن لجوه الكيدني، دي بنسميها الانتي دايروتيك هرمون. دايروسيز يعني اخراج للميه، الميه بتخرج بره الجسم. انتي دايروتيك هرمون دي حاجات بتعمل ريتينشن للووتر ما بتخرجهاش. طيب تفتكروا العيانين اللي عندهم إديمة محتاجين الأنتي دايروتيك هرمونز دي تقل ولا تزيد جوه جسمهم؟ الهرمونز اللي بتعمل اللي بتحافظ بتخلي الكدني ما تخرجش ميه كفايه او ما تخرجش ميه كتير، محتاجين الناس اللي عندهم إديمة انها تزيد ولا تقل؟ اكيد تقل. خلاص عشان كده العيانين دول بياخدوا دايروتيك هرمون، دايروتيك دراجز اللي هي ادويه تزود لهم خروج الميه من الجسم. فقال لك ان في الحاله دي في حاله نزول العيان ده جوه الووتر او الووتر اكسرسايز زي ما احنا قلنا البلاد سيركيوليشن للكيدني هتزيد، فبالتالي لما تزيد السيركيوليشن للكيدني هتقلل لك كفيسيولوجيكال افكت، الموضوع ده هيقلل لك الانتي دايروتيك هرمونز. فيسيولوجيكال افكت هتقلل لوحدها الانتي دايروتيك هرمونز اللي هي الرنين والالدوسترين والحاجات دي كمان، وكمان هتزود اخراج الميه من الجسم. فالعيانين اللي عندهم إديمة خصوصا لو الإديمة دي ريزيستنس تي دايروتيك انترفينشن، يعني في عيانين بعد ما بياخدوا دايروتيك دراجز لفتره بتلاقيهم بعد فتره ما ابتداش الجسم بتاعهم يستجيب ليه. اللي هم اكتر ناس عندهم مشاكل دي عيانين السيروزيس اللي هم التليف الكبدي، والنيفروتيك سندرومز اللي هم عندهم مشكله في الكيدني وعامله لهم إديمة. فدول قال لك ان هم بيتحسنوا كتير لو نزلوا الميه نتيجه ان الانكريزنج بتاع البلاد فلو اللي حصل نتيجه الهيدروستاتيك بريشر للرينال سيستم هيقلل لك لوحده الانتي دايروتيك هرمونز والرينين والالدوسترين، فبالتالي هيزود الووتر اكزرشن فروم ايه الكيدني ويقلل الإديمة اللي العيان بيشتكي منها. نيجي بعد كده اي هيدروثيرابيز فور بادي اميرشن ريكومندد از تريتمنت فور ايديم. نيجي بقى بعد كده للماسكولوسكيليتال سيستم. زي ما احنا قلنا البلاد لما هيزيد او هيندفع للهارت هيروح للهارت لوحده؟ لا، هيروح لكل اجزاء الجسم او هيعدي على كل السيستمز بتاعه البادي ومن ضمنها الماسكولوسكيليتال سيستم. طيب لما يزيد البلاد للمسلز هيزود ايه معاه؟ هيزود الاكسجين الواصل للمسل، اوكي، وهيقلل الوست برودكتس، ماشي. طب لما يزيد البلاد فلو اللي هو بيزود الاكسجين وبالتالي يقلل لك الوست برودكتس دي اللي هي اخراجات الخليه، اي خليه في الدنيا اي خليه حيه بيبقى ليها اخراجات، الاخراجات دي بنسميها الوست برودكتس، دي المفروض ان بيحصل لها ريموفال او البول عن طريق السيركيوليشن. طب افرض ان السيركيوليشن في المكان ده ما كانتش كويسه هيحصل ايه؟ الوست برودكتس دي هتتراكم في المكان ده. طب وايه ايه مشكله في كده؟ المشكله في كده ان الوست برودكتس دي بتعمل لي ستيميوليشن للنوسي سيبتورز اللي هي النهايات العصبيه المسؤوله عن نقل الالم، فيبتدي العيان ده يحس بسيفير بين في المكان ده، اوكي. فعشان كده الهيدروستاتيك بريشر لما العيان ده ينزل جوه الميه هيدروستاتيك بريشر تاثيره انه هيزود السيركيوليشن للماسكولوسكليتال سيستم، وبالتالي هيزود الاكسجين سبلاي وريموف الوست برودكتس، وبالتالي العيان ده يقدر يشتغل الاكسرسايز بصوره افضل، اوكي. حتى العيانين اللي هم او الناس اللي بيعملوا اكسرسايز لفترات طويله بعد شويه ممكن يجي لهم بين سورنس في المصل، الم في العضله نتيجه ان الوسط برودكتس حصل لها اكيوميليشن ومن كتر الاكسرسايز البلاد ما قدرش مش كفايه ان هو يعمل لك ريموفال للوسط برودكتس. الناس دول يستفيدوا جدا لو عملوا اكسرسايز جوه الووتر، لان هو الووتر نفسها بتعمل ريموفال للوسط برودكتس،
على طول. جنب احنا قلنا البيوينسي افكت بتاع الووتر اللي هي بتقلل الكومبريشن او اللود الواقع على الوود بيرنج جوينت والمصل اللي فيها ويكنس والكلام ده، ده كله هيخلي العيان اللي عنده مشكله في الجوينتس، طبعا ماسكولوسكليتال سيستم يعني شامله المسلز مع البون مع الجوينت ماسكولوسكليتال سيستم ان جنرال. عشان كده اتكلمنا عن الجوينت كمان، ان البيوينسي افكت بتاع الووتر هتقلل لك الويت الواقع او الكومبريشن الواقع على الجوينت. للناس اللي عندهم مشكله في الجوينتس بتاعتهم او اللي عندهم ارثرايتس مثلا، فهيخلي العين ده يعمل اكسرسايز بصوره افضل. طب نيجي بقى نتكلم عن الانديكيشنز بتاعه الهيدروثيرابي. احنا قلنا ان احنا بنشتغل بورم ووتر، اوكي. طيب يبقى معنى كده هستخدمه لحالات الايه؟ اكيوت؟ لا طبعا ما استخدموش حالات الاكيوت، لان حالات الاكيوت دي هنستخدم لها الكولد ووتر زي ما هنعرف بعد كده، لكن هنستخدم في الحالات دي السب اكيوت والكرونيك. الحالات السب اكيوت او الكرونيك سوفت انجري، هي دي السوفت تيشو انجري، هي دي الحالات اللي انا هستخدم لها الووتر الورم ووتر بتاعتنا. حالات المصل سبازم، واحنا قلنا الايه مصل سبازم يعني ايه؟ يعني بين في المصل نتيجه اكيوميليشن اوف ووست برودكتس مثلا، او مثلا يكون ايه الراجل ده تعرض لاصابه معينه، فاي حد فينا بيتخبط خبطه شديده برجله بتتلوي، بيلاقي بعد فتره العضلات اللي حوالين رجله مش قادر يحركها زي ما تكون قفشت. ايه اللي بيحصل؟ دي حاجه بروتكتيف ميكانيزم من البرين، ان لما بيكون في انجري في مكان معين فالبرين بيوصل له امبلس ان العيان ده كل ما بيتحرك البين بيزيد، فاقوم يحصل يدي اوردر للمسلز اللي اراوند الاريا ان يحصل لها كونتراكشن، فتوصل لحاجه اسمها سبازم. فده بيبقى سبازم نتيجه انجري. كل والمشكله مشكلته ان السبازم ده لو فضلت العضلات على الحال ده لفتره طويله السبازم ده بيزيد اكتر، فيؤدي لك لبين، لانه معنى ان عضلات ما بتتحركش يعني وست برودكت اكيوميوليتد، يعني بين نوسي سيكتور ستيميوليشن وبين. فعشان كده بنخش في حاجه اسمها فيجر سايكل، بين يعمل لي مصل سبازم، مصل سبازم يعمل لي بين. يعني كان الاول بدايه المشكله انجري، حصل نتيجه الانجري ده بين، البرين بعت امبلس للمسلز اللي اراوند عشان تكونتراكت عشان تعمل لك بروتكشن للاريا دي انها ما تتحركش كتير عشان البين ما يزيدش. الكونتراكشن بتاع المسل اللي عمل لك وست برودكتس اكيوميليشن زود البين، اوكي. طيب بعد كده سكار فورميشن، ودي اتكلمنا عنها ان ديتيل لما اتكلمنا عن البيرن كارلس فورميشن والسكار بيرن للبيرن سكار تيشو اكيوميليشن الووند اللي بتاع البيرن، وازاي السكار تيشو بتتكون فيه، وان هي بتبقى شبه الكارلس فورميشن كده وبتبقى ايريجولار كونكتيف تيشو، مش ما بتبقاش صح او بيبقى العيان ده الهيلنج بتاعه مش مظبوط. بريشر ألسر، يعني ايه بريشر ألسر؟ الناس اللي بيناموا فترات طويله او اللي عندهم كوما، اللي بنيجي عند البونز البوني بروميننس الحتت بتاعه البون اللي هي بتبقى قريبه من السكين نتيجه الكومبريشن لفترات طويله، يبتدي البلاد سبلاي في الاريا دي كومبريشن بتاع البادي ويت على الاريا دي لفترات طويله، ان الراجل ده نايم في وضع معين ما بيتحركش لفتره طويله، الكومبريشن بتاع البادي ويت على الاجزاء دي يعمل لك بلاد سبلاي يقل في الاجزاء دي، ويبتدي يحصل الاكسجين بلاد سبلاي ما بيوصلش للاماكن دي كما يجب، يبتدي يحصل ديس للخلايا اللي موجوده في الاماكن دي، ويبتدي تتاكل شويه بشويه السكين وبعد كده المصل، وحتى في حالات سيفير ممكن نوصل للبون، وبيبقى طبعا بيبقى فيها باس فورميشن ومشاكل كتير. طبعا العيانين دول برضو الانفكشن الموجود ممكن اعالج، ده بيبقى نوع من انواع الووند، فممكن برضو يتعالج عن طريق هايدروسيرب. العيانين بعد فراكشر بوست فراكشر اللي هم لسه العين البلاستر كاست اللي هو الكبيره اللي بتتعمل بعد التكبيس او الجبس، بعد ما بيقلعوا البلاستر كاست ممكن ننزلوا، بتبقى طبعا في ستيفنس الجوينت، الجوينت ما بتبقاش بتتحرك بصوره طبيعيه والمصل بيبقى فيها ويكنس، فلازم بيحتاجوا اكسرسايز فيزيوثيرابي اكسرسايز، فدول بيستفيدوا اكتر لو عملت لهم الاكسرسايز جوه الووتر، خاصه انهم بيبقوا خايفين في الاول وما عندهمش ثقه انهم يحطوا رجليهم في الارض، فبيبقوا خايفين قوي من اللاند اكسرسايز، فالافضل ان انا بعملها لهم في الووتر. الاوبن ووند نفس الكلام قلناه. البيرن، حالات البيرن لو عندي طبعا بيرن ووند،
بس مش كل حالات البرن ووند اقدر انزلها، لازم يكون العيان ده والسيرمال سنسيشن انتاك، سيرمال سنسيشن يعني يكون العيان حاسس بالاريا اللي اراوند الووند، ما يبقاش فاقد الاحساس، لان انا هنزله فور موتر فلابد اطمن انه السنسيشن بتاعه مظبوط او حاسس بيها، ما يبقاش مش حاسس والسنسيتيفيتي بتاعت السكين بتاعته عاليه بعد البرن، بيبقى سنسيتيف قوي للحراره، فلو فممكن اي الورم اوت تعمله برد تاني، فلازم اطمن ان العيان ده حاسس بالحراره عشان يطمني هو الحراره بتاعت البول كويسه بالنسبه له ولا لا. التنشن واحد عنده مشكله وتنسف ومتوتر، ففي الحاله دي ممكن هديه برده انه ياخد ورم ووتر او انزله الورم ووتر. الانكستي الواحد قلقان قبل الامتحان قبل ما يخش، الناس رجال الاعمال اللي بيعقدوا صفقات بره قبل ما بيخشوا يعملوا صفقات دايما ياخدوا يخشوا الجاكوزي فور ريلاكسيشن عشان يبقى اعصابهم ريلاكسد قبل ما يخشوا في الصفقه عشان تبقى القرارات بتاعتهم مظبوطه. اوكي خلاص تمارس الويكنس. عموما نيجي للكونترا انديكيشن. كاردياك ديسفانكشن، طبعا احنا قلنا كاردياك ريسبيراتوري ديسفانكشن وخصوصا لو سيفير ما ننزلش العيان ده، لان طبعا الهيدروستاتيك بريشر هيزود لي البلاد سبلاي للهارت، يزود اللود على الهارت، يزود الورك بتاع الهارت ماسل، فالعيان ده لو عنده مشكله وهي اساسا الهارت ماسل ضعيف هتبقى هتعمل له مشكله كبيره. البريزنج الشست برضه هيقلل الاكسبانشن، لو العيان ده عنده مشكله مخليه مش قادر اساسا ياخد نفس او عنده مشكله في التنفس وانت بتقلليها له زياده يبقى انت هتقضي على العيان ده وتعمل له مشكله كبيره. خلاص الانفكشوس ديزيز وفيفر، لو واحد عنده فيفر انزله ميه سخنه مستحيل يعني خلاص، او عنده انفكشن معرضه ان الانفكشوس ديزيز ده ينتشر في جسمه نتيجه الامبروفمنت بتاعت السيركيوليشن اللي بتعملها الورم ووت، او انه الانفكشن ده يتنقل عن طريق من الووتر من السبجكت ده لواحد تاني. لو واحد فوميتنج نزله ازاي بول ولا حمام سباحه وهو عنده فوميتنج، او يورينري انفكشن نفس الكلام، الانفكشن ممكن يتنقل في اليوري تراكت لاماكن ثانيه نتيجه الامبروفمنت اوف السيركيليشن. لو واحد مركب كاستر ازاي انزل واحد بقسطره جوه الميه، لو بيرن مع امبيرد سنسيشن، احنا قلنا ما ننزلش عيان البيرن الا اذا طمنا ان السنسيشن بتاعته انتاكت. الباول بلادر انكونتنس، لو واحد ما بيتحكمش في الباول او البلادر مستحيل طبعا هنزله جوه الميه يعمل انفكشن. ريسبيراتوري ديسفانكشن نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده على الهارت. السيفير بريفرال فاسكولار ديزيز، لو انا عندي طب احنا متفقين ان لازم الفيزلز تكون كويسه عشان تقدر تعمل فازو دايليتيشن علشان تسمح باندفاع المي سوري اندفاع البلط فلو فيها لما بيضغط عليها الهيدروستاتيك بريشر ويزود لي كميه البراد اللي بتندفع جوه الفيزل، اتفقنا ان لازم يكون الفيزل كويس عشان يقدر يعمل فازو دايليتيشن. انما قلنا لو الفيزل ده الجدار بتاعه مش كويس او فيه مشكله ومش هيقدر يعمل فازو دايليتيشن، ده ممكن يحصل له دامج عمال ازود ادفع فيه زي بالظبط ماسوره مش ماسوره ميه مش كويسه وانت عماله تزودي كميه الميه اللي بتندفع فيها، تيجي مع الوقت تتكسر. نفس الكلام لو انا الفيزز بتاعي مش كويس او في مشكله ممكن يحصل له دامج نتيجه الانكريزنج السيركيوليشن. فحالات السيفير بريفرال فاسكولار ديزيز ما مش مستحب ان انا اعمل لها اكسرسايز او كونتر انديكيشن اعملها اندر ووتر اكسرسايز. بليدنج ديس اوردرز، لو واحد عنده عرضه ان هو يحصل له بليدنج او نزيف وانت بتحسسي له في الامر موتور السيركيوليشن، يبقى انت ممكن العيان ده تعمل له مشكله كبيره. طبعا لازم طالما اتفقنا ان انا هنزل فور موتور لازم اطمن العيان ده السيركيوليشن بتاعه كويس. نيجي للبريكوشنز. سوري بريكوشنز
لو انا هنزل عيان ده البول، ويكون البول ده محطوط فيه كيميكالز معينه او حتى اعشاب، بعض الناس بيبقى عندهم هايبر سنسيتيفيتي في جسمهم لبعض الكومباوندز، بعض الكيميكال كومباوندز في جلدهم يعني، او بعض الهربس. السبجكت ده ما بيعرفش الا اذا نزل البول، فلازم اخد بالي من اول ما العيان ينزل البول، خصوصا لو انا حاطه في البول ده كيميكال كومباوندز، اشوف الرياكشن اللي هيظهر على جسم العيان. لو العيان ده ظهر على جسمه او على السكين او على السكين بتاعه اي رياكشن مش مستحب، ظهر راشز، ظهر اي حاجه تدل على ان في حساسيه عند السبجكت ده من الكومباوندز ده، يبقى اخد بالي ان المره اللي بعدها الكيميكالز دي ما احطهاش للسبجكت ده في البول. اوكي، يبقى دي من ضمن البريكوشنز اللي لازم اخد بالي منها. اوكي، ثيرموريجرافيك بروبلم اللي هم الناس اللي بيبقى عندهم سنسيتيفيتي للحراره او لتغير الحراره، اللي هم ممكن بعد ما بياخدوا يخرجوا من حمام الدافي يخرجوا على الجو اللي بره ياخدوا لطشات برد. فالناس دي ليهم طريقه معينه بتعامل معاهم، هنتكلم عنها بعدين. الإبيليبسي طبعا العيانين اللي عندهم صرع طبعا ممكن يجيله الحاله وهو جوه الميه ويغرق، تبقى مشكله. فبرضه نفس الكلام، ممكن انزلهم ميه بس اخلي بالي منهم وهم بيشتغلوا. ودي ممكن تشوفيها اكتر في الاطفال اللي عندهم سريبرا بولسي اللي هو شلل الدماغي، وهنتكلم عنها بعدين. الاكسسيف فير ووتر، يعني لو واحد عنده خايف من الميه، هو مشكلته انه بيخاف من الميه، ده ما تجبريش عيان خايف من الميه ابدا وينزل غصب عنه، لكن تحاولي تقنعيه ان هو ينزل. ولو العيان لقيتي عنده رغبه ان هو يجرب او ابتدى يقتنع، ما تنزلهوش زي ما هو كده الميه. لازم عشان تديله كونفيدنس او سيلف كونفيدنس ان هو ينزل الميه، تبتدي الاول تنزليه فيست فلوتنج اللي هي ستره النجاه، او الفلوتنج رينج اللي هي زي العوامه كده، يلبسها الاول في الاول كام جلسه كده وهو نازل لغايه ما يتعود او يجيله او الخوف اللي هو حاسس بيه ناحيه الميه ده يقل. وفي نفس الوقت تبتدي برضو تشتغلي مع الاكسرسايز ببطء، وتدي فتره راحه للعيان لغايه ما يطمن خالص للاكسرسايز ووتر اكسرسايز ويتعود عليه. خلي بالك احنا بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها هيدروفوبيا، ودي هتبقى كونترا انديكيشن، فعشان ما تجيش بعد كده تقولي ليه ازاي انت قلنا ان احنا الاكسسيف فير اوف ووتر ده بريكوشنز والهيدروفوبيا كونترا انديكيشن. اكسسيف فير اوف ووتر ده واحد خايف، لكن ممكن مع الاقناع او ان انت تقولي له ما زال اندر ووتر اكسرسايز وتبتدي تشرحها له يقتنع ويحاول ينزل. وانت احنا قلنا نحاول نديله سيلف كونفيدنس ازاي. انما الهيدروفوبيا ده واحد عنده مشكله نفسيه، زي بالظبط الناس اللي عندهم فوبيا من الاماكن المغلقه او الاماكن المرتفعه، صعب جدا مستحيل انك تنزلي الراجل ده. فدي اتس سايكولوجيكال بروبلم محتاج علاج نفسي، فعشان كده دي كونترا انديكيشن هيدروفوبيا. لكن الاكسسيف فير اوف ووتر دي بنعتبرها بريكوشن. بريفرال فاسكولار ديزيز زي ما احنا قلنا كونترا انديكيشن لو كانت سيفير، لو مش سيفير ممكن ننزل العيان ويز بريكوشن. هيومن ان اميونيتي فايروس اللي هو زي الايدز، ما ينفعش انزل واحد عنده ايدز ال البول، لان انا ممكن العيان ده يكون مجروح من غير ما يحس فيعمل لي ينقل، او ممكن يكون عنده جرح وعيان تاني عنده جرح في جسمه من غير ما يحس ويتنقل عليه الفيروس. فعشان كده كونترا انديكيشن ننزل الناس بتاعه الايدز الووتر. بريفوريتد اير درام يعني لما يكون واحد عنده خرم في ودنه او ودن طبله ودنه مخرومه، فطبعا لازم العيان ده يلبس حاجه بروتكت الهيد والاير ماشي، او في حاجات اير بروتكشن ديفايس بتتحط علشان احمي الاير. ولازم اطمن ان الهيد بتاعته تبقى دايما فوق مستوى الميه، ما ينزلش علشان الميه ما تخشش جوه ودنه. نفس الناس اللي عم بيقول لك لو في سبجكت سسستبل تو انفكشن في الاير، يعني بيلبس اير بروتكشن ديفايس وهو في الوقت خلاص.
بعد كده عندنا الكومبرومايزد ريسبيراتوري فانكشن. يعني ايه كومبرومايزد ريسبيراتوري فانكشن؟ يعني لما يكون واحد عنده مش مشكله في الشيست لا، او مرض، يكون مثلا عنده برد والبرد ده عامل له كحه ومشاكل في الشيست، فده برضو ممكن اخد بالي منه، لان احيانا لو الموضوع زايد يعني هنزله الميه وكل حاجه، بس برضو اخلي بالي، لان لو الموضوع زايد ممكن الضغط بتاع الهيدروستاتيك بريشر على الشيست يتعب العيان اكتر. لكن هو ما عندوش مشكله، يعني مش مشكله مزمنه، ده بس عنده دور برد، او شخص يكون عنده برد والبرد ده عامل له مشكله في صدره وعامل له كحه عامل له سيتيشن، فده برضو اخد بالي منه، لكن مش كونتر انديكيشن ان انا انزله. unstable high or low pressure low blood pressure برضو لو حاجة unstable بس ما يكونش سيفير، مشكلة سيفير ممكن انزله المية، لكن لو الموضوع سيفير يبقى في الحالة دي انا بخاف ان انا انزل العيان ده. thank you، ارجو ان تكون المحاضرة كويسة وفهمتوها، وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله، وانا مستعده لاي اسئله باذن الله منكم، نشوف طريقه للتواصل مع بعض عشان نجاوب على اسئلتكم. شكرا.